الـ RGT المستوى الثاني، السلالم. انت زفت يا بتاع البيانول، وجعت دماغنا. اهلا بيكم، النهارده هنبدا المستوى الثاني في الـ RGT، كورس الجيتار المعروف في بريطانيا. واحنا النهارده هنبدا اول حاجه في السلالم. اول حاجه في السلالم هناخدها هي الباترن. الباترن يعني الباترون او الطريقه لعزف سلم بدايه من نوته معينه هعرفها على اي وتر. النوته اللي احنا هنعرفها ديت هي بدايه سلم دو ماجير، بس من الوتر السادس الخانه الثامنه. الوتر السادس الخانه الثامنه. هنحط الصباع الثاني على الخانه نمره 8، الخانة نمرة 10، الصباع الصغير، يبقى 1 2 دو ري. الصباع الأول على الخانة نمرة 7 على الوتر الخامس، مي فا، بعدها على طول بين المي والفا احنا عارفين نص تون، فيبقى الصباع الثاني 2 4 سول ديت. بعد كده الله هتبقى بالصباع الاول على الوتر اللي تحتيه. بعد كده بين الله وبين السي في تون كامل، فهتبقى السي بالصباع الثالث، سي بخانة، وعدي اللي بعدها سي دو. سو الدو الاخرانية ديت هتبقى بالصباع الصغير على الوتر الرابع. فاحنا عملنا كده اوكتاف كامل، نعمله كده مع بعض 2 4 1 2 4 1 3 4. هبدأ تاني، ده بقى الدو دوت. الري هتبقى بالصباع الاولاني على الوتر التالت، وبالظبط بين الري والمي تون كامل، فهيبقى زيها زي الوتر الرابع، هيبقى اسيب خانة والصباع التالت. بين المي والفا نص تون، فده سهل، بالصباع اللي بعده على طول نص تون. سول هتبقى بالصباع الثاني على الوتر الثاني، صباع الثاني على الوتر الثاني. بعدين الصباع الرابع بين السول والله تون كامل، فهسيب نوتة. والسي بالصباع الاولاني على الوتر الاول، وبينها وبين الدول اخراني نص تون 2. يبقى هنعمله كله تاني كده 2 4 1 2 4 1 3 4 1 3 4 1 2 4 1 2. واطلع تاني 2 1 4 2 4 3 1 4 3 1 4 2 1 4 2. لو انا اتحركت بالباترن ديت من الخانة التامنة، نزلت بيها على الخانة التالتة، هتديني نفس السلم بس من سلم السول ماجير. نعمل السول ماجير تاني 2 4 1 2 4 1 3 4 1 3 4 1 2 4 1 2. يبقى السلمين الماجير اللي موجودين عندي في الليفل التاني، سلم الدو ماجير والسول ماجير بباترن واحدة، هي اللي احنا اتعلمناها. السلم التالت اللي موجود عندنا في الـ RGT ليفل 2 هيبقى سلم السي مينير بنتاتونيك، سي بي ماينر بنتاتونيك. بحط الصباع الاولاني على الخانة السابعة واللي هي البي على الوتر السادس، هيبقى 1 4، فبسيب خانتين 1 4، بعدين انزل الوتر اللي تحتيه 1 3 1 3، هنزل تحتيه كمان 1 3 1 4 1. ده النهاية بتاعته، اللي هو انا بدأت هنا الوتر مي على السي، انتهي على الوتر المي اللي فوقاني اللي الاولاني خالص على السي. السلم الخماسي مميز وليه طعم خاص بيه هو، يعني اصحى معايا بقى.
من الباترن البنتاتونيك اللي احنا عملناه قبل كده دوت هنعمل سلم اللا بلوز. اللا بلوز هو بالظبط لا ماينر بنتاتونيك، بس بدل ما اخش على بين النوتة التالتة والرابعة في البنتاتونيك بينهم تون كامل، ده البنتاتونيك، هحط نوتة بين التالتة والرابعة تبقى نوتة وسيطة بينهم. شوف طعمه بقى عامل ازاي بين التالتة والرابعة، ادي النوتة التانية في الاكتاف التاني اهو، بدأنا تاني من اللا واحد اتنين بين التالتة والرابعة، فيبقى لا واحد ثلاثة أربعة، وكمل تاني السلم البنتاتونيك عادي هيبقى طعمه كده. ليه طعم مختلف مميز عن السلم البنتاتونيك العادي. هنعمل نفس السلم بس من السول، سول البلوز برضو، هيبقى جي ماينر بنتاتونيك عادي بس بين التالتة والرابعة بحط نوتة 1 4 1 2 3 1 3 1 3 4 1 4 1. يبقى السلمين البلوز المقررين عليا في الليفل الثاني في الـ RGT هيبقى سلم السي، وهكرر نفس السلم من السول. السلم المقرر علينا بعد كده في الـ RGT هو سلم اللا ماينر ناتشرال ماينر، اي ناتشرال ماينر او اللا مينير الطبيعي، ما فيهوش اي علامات تحويل، هو بالظبط زيه زي سلم الدوماجير بس هبداه من اللا. فلما هبدا السلم اللا ماينر من الوضع الخامس، فبحط 1 3 4 1 3 4 1 3، انا كده وصلت كده عند اللا تاني، واحد وزيح خانة بأوصل بيها هنا بنمرة واحد اللي هي السي، وحرك نفس الصباع برضو يروح للدو، 3 1 2 4 1. يبقى كده وصلت لله على الوتر الأولاني، ودوت آخر تاني أكتاف عندي، يبقى هطلعه تاني هوت ثلاثة واحد، وحرك نفس الواحد آخر سلم عندي من سلالم الـ RGT من المستوى الثاني، هيبقى السلم الري البنتاتونيك ميجر، دي ميجر بنتاتونيك. ببدأه من ان انا بحط صباعي على الفريت نمرة 10، ودي اللي هي الري، لان انا عندي الوتر اسمه مي، فعلى الخانة ال 12 هيديني مي برضه، فيبقى النمرة 10 دي الدي. بحط الصباع الرابع على الوتر السادس خانة نمرة 10، 4 1 3 1 3 1 3 1 4 1 4. الوترين الاول والتاني زي بعض بالظبط، اطلع تاني السلم دوت، هو ميجر طعمه ميجر، وبكده نبقى خلصنا السلالم بتاعة المستوى الثاني في الـ RGT. أشوفكوا الحلقة الجاية.